صباح الخير. طبعا هذا بدي احكي لكم عنه اليوم هو موضوع الناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي هو على الاقل في هذه الحاله جزء من الكورس حوالين الارتفيشال انتليجنس. يعني بدي احكي كم كلمه از ان انتروداكشن بعدين نطلع على الموضوع. طبعا احنا لما نحكي ناتشرال لانجويج بروسيسنج وي هاف تو ديفاين شو اللي بنحكي عنه بالضبط. واحنا بنعرف طبعا انتم بتعرفوا احسن مني انه اللانجويجز come in all sorts and forms. احنا بنحكي عاده عن سو كولد ناتشرال لانجويجز. ناتشرال لانجويجز هي اللغات اللي احنا بنحكيها وفي عندنا ما بعرف شو عكسهم يمكن فورمال لانجويجز ولا ارتفيشال لانجويجز. بيسكلي اللي هي لغات الكمبيوتر و I don't know. شو رايكم في شيء in between بين هذا وذاك في تقديركم؟ لا هو ناتشرال ولا هو البرولوج هو عبارة عن بروجرامينج من لوجيك. يعني المفروض اللوجيك عادة بيكون سمي فورمال أكثر بس يعني تاريخيا ما بعرفش يفكروا انفستيجيت. بس تاريخيا كان في محاولات من الناس انهم يعملوا لغات اللي هي لم تنمو طبيعيا. اللغات الطبيعية هي التي نمت مع الناس وبعدين بجوز حاول الناس يحطوا قواعدها. يعني ما تبدأ من القواعد وبعدين بدوا الناس يحكوا بناء على هذه القواعد. انما القواعد كانت تخطيط للشيء اللي تطور. على كل يعني في لغات مشهوره في العالم هلا اللي حاولوا الناس يحطوها وتوقعوا انه لانها راح تكون سهله ولانها 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 راح يكون استخدامها يعني شيء هائل. وبعدين تفاجئوا انه بالمره مش هيك. الناس بتطلعوا على اللغه ليس فقط كوسيله كوميونيكيشن وسيله تخاطب وانما اكثر من ذلك. هلا احنا طبعا نعرف انه بروسيسنج ناتشرال لانجويج او كمبيوتر لانجويج از ايزي. يعني بدرس كومبايلر ديزاين بزنس بقول لك شيء ايزي حقيقه. ولكن يعني احنا بنعرف انه كل يوم الكمبيوتر بتعطي انستراكشنز بلغه معينه ومش في شيء كثير انه يحولها للغه الكمبيوتر ويشتغل الكمبيوتر كما يجب. اوف كورس انا متاكد يو اولويز مانج انك تخلي الكمبيوتر يعمل انفاينايت لوب ويعمل ستاك اوفر فلو و و و ولكن هاي نتيجة الإشكاليات في التخاطب مع الكمبيوتر وليس نتيجة كون اللغة يعني غير قابلة للبروسيسنج. كمان الانتليجنس بعرفش شو الانتليجنس بالضبط. يعني أنا ما عرفش حوالي 100% أعرف شو الانتليجنس. بس كمان يبدو إحنا بنحكي عن كورس ارتفيشال انتليجنس. شكله إذا اللي مش ارتفيشال بده يكون ناتشرال. الذكاء البني آدمين هو ذكاء طبيعي بس الذكاء الصناعي هو عبارة عن يمكن هيك أنا أحيانا بحكي للطلاب الذكاء الصناعي هو محاولة إعطاء الماشين قدرة على تتصرف زي الإنسان تقريبا هيك. طبعا إحنا دائما بنعرف المشكلة إنه هاي مش كثير معبرة للكلمات ولكن أحيانا الإنسان بتصرف تصرفات كثيرة غبية. وشو رأيكم؟ فبتعرفش الكمبيوتر يتصرف زيه يمكن أحيانا بتقول يعني الكمبيوتر يتصرف زي فلان الفلاني بجوز إن كان مش كثير منيح. بس بالمجمل لما تفكر فيها جرب شيء بسيط هذا الانسان انت يعني مش كثير معجبك مدى ذكائه على الاقل بتحكي له بفهم بتعطيه انستراكشنز احتمال كثير بنفذ ولما تطلب منه يحكي بيحكي احيانا كثير شيء مفهوم ومنطقي. جرب مع الكمبيوتر اوبس بقول لك اوكي هذا الكمبيوتر بفهم الحكي. بعدين تكتشف اذا حكيت له الكلمه ليس كما يجب خربت الامور. ماي بوينت انه حتى في ابسط مظاهر ذكاء الانسان يعني احيانا كثير صعب الماشين تؤميريت الانسان في هذه الناحيه. بس بالمجمل علشان الواحد ما يوقعش في مازق يعرف شو الارتفيشال انتليجنس انا بحكي انه الارتفيشال انتليجنس هو محاوله اعطاء الماشين قدره على تصرف تصرفات لو شفتها انت من بعيد بتقول يعني هاي تنم عن ذكاء. طبعا احنا بنعرف ناس اجوا في الزمان كان عندهم طموح كبير وحكوا احنا بدنا نعمل ما يسمى تيورينج تيست. فمين انت مع تيورينج تيست؟ تيورينج تيست تحط الماشين ورا شيء ما تشوفهاش وتحكي معها وما تعرفش بالضبط انت بتحكي. طبعا تحكي هاي كلمه مبالغ فيها انت هل بتحكي مع انسان ولا بتحكي مع اله. اوكي اي ثينك ذس واز يعني في الايام العز لما كان الناس يتوقعوا انه
اذا بتعطيني كمبيوتر في عنده 4 جيجا بايت اوف ميموري وسريع شوي، انا بخليه لك اياه يتصرف زي الانسان. بعدين لما صار عندهم 4 جيجا بايت اوف ميموري قلت ما بينش 4 بالضبط، يمكن 40 او 400 او شيء زي هيك. بعدين الناس ادركوا كمان انه لا، الامور شوي اعقد من هيك بكثير. لانجوج اكتيفيتيز طبعا كثيره، احنا مثلا ناس كثير دائما بفكروا انه هاو دو اكواير لانجوج، كيف الانسان بيتعلم اللغه، هي قضيه من قضايا السبيتش، كيف الواحد بيحكي وكيف بفهم السبيتش. واحنا بنعتبرهم دائما دي صار مانيفستيشنز اوف انتليجنس، دي صار كلير مانيفستيشنز اوف انتليجنس. يعني تعرف احنا دائما نفتخر بالشخص اللي عنده ببغاء وعلمها تحكي صباح الخير، مش هيك؟ بينما البني ادمين كلهم بيحكوا، صاحب العقل وغير ذي العقل بيحكوا صباح الخير دائما باستمرار. حدا عنده كلب بيقول لك انا كلب ذكي جدا، انا بعلمه مثلا كل يوم الصبح يجي يعمل كذا وكذا وكذا، هذا النشاط بيكون. فاللانجوج اكوزيشن من الصفات يعني المميزه طب ككل الارتفيشال انتليجنس اتهاد بيكس اند فاليز، بمعنى انه كانت تيجي اوقات على الناس يكونوا متحمسين انه قربنا نوصل نحل مشاكل الارتفيشال انتليجنس، بعدين لما يقربوا اكثر يقول لك لا مش بالضبط، يعني شكله احنا كنا متفائلين. انا على الاقل بضل اتذكر كيف الناس فترات كانوا مستهويهم او consumed زي ما بيحكوا بفكره الترانسليشن، انك ترجم من لغه الى اخرى، وفكروا الترانسليشن يعني هي عباره عن عمليه بسيطه، كلمه كلمه و و و و بعدين لما حطوا الكلمات واطلعوا الترانسليشن تبعها يعني وجدوا ان الامر كثير اعقد من هيك، ففترت الهمه و بعدين رجعوا الناس. هلا يعني كان في عدد كبير من المحاولات، هي رجعنا جوجل يعني مثلا صارت تعطينا باستمرار شيء. شو رايكم في الترجمه على جوجل؟ ماشي حالها، تعبير هاي اللي مش معبره ماشي حالها، هاي انا ولا بعرف شو معناها ماشي حالها. شو رايكم؟ مش بطاله شيء. انا عارف بتحكي لك عن ايش النص بيحكي، بس اذا دققت 100% جواه بتضيع مش هيك؟ انا مثلا كنت اتعجب من تزبط معي، اعطيه نص بالفرنسي ترجم لي اياه بالانجليزي اقول له كيف فاهم شو اللي بصير، لبين مره اعطيته نص بالليجل يعني شيء قانوني عشان افهم هل هو بده هذا الشيء ولا بده عكسه. بعد ما ترجم وخلص اي هاف نو ايديا، بده النقطه الاولى ولا بده النقطه الثانيه. ليش؟ لانه شكل الترجمه بدها حجم كبير من المعرفه، بدها معرفه حقيقيه عشان يقدر الواحد يترجم. طبعا هذا الحكي بالمجمل الارتفيشال انتليجنس، بس كمان ال NLP كان هذا نفس المشكلة. It followed rise and decline of AI. Now it's a peak. أنا تقديري أنا الأيام هاي هو الأيام البيك، والسبب أنا بعتقد السبب الأساسي هو وجود الإنترنت والحجم الهائل من المعلومات المكتوبة باللغات الطبيعية في الإنترنت. والناس واضح إنه الأساليب القديمة في التعامل مع الداتا، إحنا بعلمونا طول العمر في كورسات الكمبيوتر داتابيز بتخزن المعلومات ثم بتعمل كويري وبتطلع لك المعلومات المخزنه. في الانترنت مش ضابطه هاي، حجم المعلومات هائل، واذا بتضلك بس تحكي له رجع لي البيجز اللي فيها كلمه كذا وكذا الكي ووردز مش راح تزبط. بروبلي في المستقبل راح تحكي له انا بدي معلومات عن القضيه الفلانيه، يرجع لك فقط المعلومات عن القضيه الفلانيه والمعلومات اللي انت بدك اياها. يمكن كمان يكون في اوريدي بدوا الناس يحكوا عن بروفايلينج، انت مين يعرف وانت شو اللغه تعرفها ان سو اند سو فورث. سو وانا بتوقع هذا الحكي يستمر، لانه حجم المعلومات الموجوده بيزيد، قدره الانسان على البروسيسنج بحد ذاته مش عمالها، واضح مش عمالها بتزيد، فبالتالي بدك تولز اللي التولز هاي عشان تتعامل مع النصوص الموجوده بطريقه جيده. طبعا لما احكي مع النصوص لانه بحكم الموضوع اللي بدي احكي عنه اليوم، بس اللي منكم بيطلع على الامور بطريقه اوسع بيشوف انه المساله ليست فقط مساله نصوص، حجم المعلومات الموجوده على النت وليس فقط نصوص، وانما مثلا صور وفيديوز وشيء زي هيك. والناس في هذه الاماكن المختلفه ايضا بيطلعوا على هاي المواضيع، انا مثلا بعرف دروس بيشتغلوا شغل جيد جدا، شغل متقدم على
عندك فيديوز ضخمة، فيديو ساعتين، فيلم مدة ساعتين، ساعة ونص، ثلاث ساعات، اللي هو كيف تختصره في خمس دقائق أو خمس ثواني أو إلى آخره. هذا الناس تاريخيا عندهم هاي القدرة، الناس كأفراد عندهم هاي القدرة. زمان كنت تروح على السينما لما كان في سينمات في الزمانات، كان واحد يروح على السينما يورجوك في المقدمة مثلا تريلر بسموه مختصر للفيلم اللي بده يجي، بس مين كان يعمل الديزاين هذا؟ كان يعمل الديزاين أشخاص وبعده بيطلعوا ويحكوا هيك نعمل. هل لدى الكمبيوتر القدرة إنه يطلع على الفيلم لحاله ويحكي لك إنه أنا بعطيك ملخص له؟ هلا إحنا عندنا ما يقابلها في الناتشرال لانجويج بروسيسنج، عندك ارتكل كبير، هل لدى الكمبيوتر القدرة إنه يختصر هذا الارتكل في 20 سطر يطلع لك ابستراكت من هذا الارتكل؟ يجب أن يكون لديه القدرة. إذا كان في عندنا، علشان يكون عندنا أمل إن نقدر نعمل بروسيسنج جيد، يجب أن يكون عندنا القدرة نعمل ابستراكشن. وأنا بقول كمان السمول ديفايسز، هلا اللي بطلع كمان السمول ديفايسز، بمعنى أنا بالنسبة لي هو البيرفيسيفنس تبعت الكمبيوترز. هلا الأيام هاي الكمبيوتر صار في، مقتنعين معي أنتم؟ مثلا الكمبيوتر صار في كل مكان، صعب تلاقي حدا في الطريق فيش معه كمبيوتر، أوكي؟ كمبيوتر في السيارة والكمبيوتر في، بحكم إنه كل تليفون فيه كمبيوتر يكاد يكون. وهلا يمكن الأبل الجديد شو الآيفون الجديد شو الميزة الأساسية الناس بيحكوها على الطرف هذيك الدعاية، الميزة الأساسية هي الناتشرال بروسيسنج كومبوننت، مش أو جزء من الناتشرال بروسيسنج كومبوننت. سو يبدو إنه الاتجاه في هذا. What's natural language processing basically using computer to process بين قوسين analyze understand and generate natural language a somewhat applied field. ولا حابب أفهم كلمة applied إنه يعني we are looking for results, we are looking for usable stuff وليس فقط theoretical foundation. وطبعا يعني الجانب theoretical هو ما يسمى بالcomputational linguistics، هي محاولة لفهم اللغة. هنا computational aspects of human language has a more theoretical language. Why study natural language processing? It's interesting and challenging. الناس دائما fascinated كيف الناس بيحكوا، كيف الناس بتعلموا. والناس طبعا انتم بتعرفوا الناس fascinated كيف المخ بتصرف. اوكي؟ والقضايا اللي فيها استخدام مخ كثير الناس كمان fascinated فيها. كل واحد بيجي بيحكي لك تحكي له شو الرياضة المتحدية؟ بيحكي لك الرياضة المتحدية هي مثلا الشطرنج. ليش الشطرنج؟ ليش الشطرنج مش اللعب الاخرى؟ لانه خلص في بيرسبشن انه الشطرنج هو يعني بحاجه الى ذكاء، رغم انه احنا بنعرف وانتم بتعرفوا اوريدي خلصتوا يمكن الجيم بلاينج او شيء زي هيك انه اوريدي الماشينز شو ديب بلو غلبت البطل العالم، وبالتالي يعني وير از ذا انتليجنس اللي احنا بنحكي، بس ستيل هاي بتخففش من It's an interdisciplinary field. دائماً إحنا بنحكي تشمل linguistics, computer sciences, psychology, math, electrical engineering, and so on. I think each of you can see when كل واحد فيهم هدول فيديو. It helps in communication كمان، في عندك قضايا بتحلها. مثلاً to communicate with computers. أنا مثلاً مهتم كثير بال TTS text to speech systems. حدا مثلاً مكفوف كيف دو طلع على الكمبيوتر. This is one way of doing it. Machine translation طبعاً to communicate with other humans. It's ambitious but practical. Ambitious يعني goals، معناها إنه مش ضرر تتحقق في فترة قريبة، ولكن أشياء كثير منها practical بحكم اللي حكيته أنت. Already في عنا machines تتمكن. Goals of NLP scientific goal to identify the computational machinery needed for an agent to exhibit various forms of linguistic behavior. Okay. And engineering goal to design and implement systems. Okay. يعني إحنا بجوز نركز في هذا الاتجاه، بس هذا الاتجاه كمان مهم. طبعا يعني يمكن الواحد من يحكي مع ناس theoreticians بتخوف هاي الشغلة، يعني احتمال كبير إنه في natural language processing في كثير من القضايا اللي هي computationally complex، very complex computation. بس ما هو هذا الحكي بينطبق على كل القضايا اللي لها علاقة بال artificial intelligence.
اذا حكيته عن اللوجيك مثلا، كثير منطقه صغيره من اللوجيك اللي هي بسموها تراكتب، اللي هي يعني قابله للحل بطريقه سهله، مش طريقه سهله، بطريقه يعني في الهيراركي طريقه معقوله. بس غالبيه المشاكل هي شو ان بي كومبليت ولا بعرف كيف تسميه، ولكن اذا قررت تحلها حل قاطع مانع ما بزبط حلها الانستنسز معينه، ولكن ما بتحل هذا كل القضايا. اوكي سو هذا الحكي احنا اوريدي عقبنا عليه، يعني هاي المجموعه اللي بدكم جزء منيح نطلع عليها. بس سبيتش بروسيسنج، حدا بيحكي بدك هاي، احنا اوريدي حكينا انه الايفون في عنده مثلا هاي الخاصيه سو يو بروسس سبيتش. انفورميشن اكستراكشن اللي حكيت عنه عشان تطلع معلومات من الانترنت، بدك تعمل انفورميشن اكستراكشن. ماشين ترانسليشن اوف كورس، حدا مره بيحكي لي انه ماشين ترانسليشن تقدمت بما فيه الكفايه بحيث انه حدا بيحكي وحدا بيترجم، كان يسمع للامم المتحده، مش بيجي حدا بيحكي احيانا او على الجزيره او شيء زي هيك. بيفرق طبعا اذا حدا بيحكي لك انه هذا ماشين ترانسليشن، اي ثينك يو شودنت بليف ذات ريلي. اوكي، لانه حدا بيحكي لي ده هاي الشكل بيحكي زي الماشين، بيحكي زي الماشين لانه علموه هيك يحكي من كثر ما هو حتى المترجم، لانه الكونتكست مش كله واضح له، خاصه بيترجم من انتربريتيشن يعني بيعمل، لانه مش كل الكونتكست واضح له، الواحد بصير زي ماشين لما انت بتصير تاخذ الشيء وبس تترجمه، مش بالضروره كل السياق موجود عندك، مش قادر تتكهن شو اللي بده يجي لك. كويستشن انسرينج طبعا ذيس از فيري دراماتيك كويستشن، لما تحكي انا بدي اعمل سيستم يعمل كويستشن انسرينج، انا رايي بتتعرض للقضايا اللي فوق كمان، بس هي احد القضايا اللي الارتفيشال انتليجنس كثير بتتعرض لها، ليس فقط في هذا السياق وانما في سياقات اخرى، انه هاو تو انسر كويستشنز. طبعا تو انسر كويستشنز قضيه معقده من عده اتجاهات، اذا بتحط فيها الناتشرال لانجوج بروسيسنج كومبوننت كمان فهم السؤال ممكن يصفي اشكاليه، واعطاء جواب عليه بالتاكيد اشكاليه، لانه لازم تاخذ المعلومات هاي من المحل اللي هي موجوده فيه. سمرايزيشن او ابستراكشن، ناس بيحكوا عن الاو سي ار، كيف تتعرف على النصوص سواء المطبوعه او الهاند ريتن، ذات ويل بي جريت. ايش كمان؟ مور امبورتنت وذ ويب اند موبايل ديفايسز، اي ثينك يو كان ابريشيت ذات، انه الامور هاي كلها اكتسبت اهميه اضافيه. ambiguity of the language. اوكي خليني امشي انا اكثر شوي. احد الاشياء اللي بتعقد تعامل الكمبيوتر مع اللغه هي كون اللغه ambiguous. ambiguous معناها فيها لبس حسب تعبير، او فيها اذا بدك غموض، او صعب تحكي شو هذا بالضبط. مثلا بتعرف هاي انا معطي امثله، اصل الامثله بالانجليزي زي ما حكيت لكم عن السلايدز، هذول ماخوذات من حدا ثاني، بس لما تحكي انت رايت ورايت ورايت كلهم هذول نفس الكلمه بالنسبه للي بيحكي نفس الكلمه، بس هاي ايش معناها؟ هاي معناها يكتب، وهاي معناها انا عارف صح ولا على اليمين ولا، وهاي معناها رايت ريتشوال يعني طريقه للاداء او شيء زي هيك. يعني بظن بتشاركوني الراي انه في ناس كثير بيعرفوش السين والصاد، مثال مش موفق كثير بالنسبه لي انا، بس يكون يعني انا بشوف محلات كثير الناس بيميزوش بين السين والصاد، في لما تقول اكتب شيء او الدال والضاد او الطاء والتاء وهلم جرا. اوكي، وكمان في عندك لكسيكال، كان كلمه كان شو معناها؟ حسب شو مع وين بتكون بالضبط. اي كان، هي كان، وكان معناها كمان علبه كان اوف كولا او شيء زي هيك. تو كان سمثينج، تو كان سمثينج يعني ايش؟ تعبي في شيء تعلبه، فالكلمه الواحده لها. ونفس الشيء ما احنا بنحكي بالعربي يعني شيء مشابه. وهون لما تحكي كمان بعض الشغلات ستراكشرلي structurally في مشكلة. I saw the man with the telescope. شو بالضبط انت شفت؟
I saw the man with the telescope. شو بالضبط اللي صار؟ زلمة بعيد بعيد كان ولا عشان يقدر يشوف بالتلسكوب ولا شفته مع التلسكوب؟ ماشي مع التلسكوب أو رأيته فقط بالنظارة يعني أنت تتكي عن عيونك حدا كان بيحكي عن عيونك كيف صارت أموره سيئة فما شافش الشيء إلا بالنظارة بس إذا كان بيحكي عن شخص ما عمري شفته إلا لابس نظارات هو عن الشخص الآخر so yeah you have to be careful طبعا إذا إحنا مش فاهمين بالضبط شو إحنا نفهم بينه وبين قوم الأمور كيف برغم السياق بيحدد لنا إنه شو بالضبط المقصود وإذا بدك هي سيمانتيك مشروع سوري شو محكون دش شو معنى دش أوكي دش في منطقة بيكون فيزيكال بليت وحدا مزبوط أنت في عندك دش في الدار بتحطه في الجلاية وبتعمل بدك إياه عليه بس لديش وبلدي شو عندنا اليوم من الأكل هو كذا بعدين طبعاً إذا بدك تحكي كمان بعرفش إذا نعتبره شيء مختلف الساتلايت دش وزي مشروع إيش مشروع ممكن يكون ليجل مشروع بشيء ممكن يكون مشروع تخرج وممكن يكون امبارح حدا كان يحكينا عن الجدول اللي هو إيش الجدول وهل ما جرى سو كده بتعرف بالضبط this is problematic طبعاً هذا المثال very problematic المثال هو referential ambiguity the son asked the father to drive him home okay إيش ابن طلب من الأبو يوصله لهم مين بيوصل مين إذا الولد عمره 6 سنين إشي وإذا الأبو عمره 95 probably معنى الكلمة إشي مختلف so أو طلبت من الأم طلبت الأم من البنت تصفيف شعرها شعر مين اللي بده يتصفى all of these make NLP difficult very difficult okay not only this but much more ولكن على الأقل يعني this is something that we have to be خلينا نحكي عن صحيح يعني احنا فيش عنا وقت كثير نحكي عن شغلات هائلة بس بدي أحاول أحكي إنه الناس كيف حاولوا يتعاملوا مع قضايا الناشونال لانجوج بروسينج وإذا بدكم أنا بقدر أحكي بسهولة عن two main approaches الأبروش الأول إنك تحاول تعكس فهم الأشخاص تحاول توصف فهم الأشخاص للكمبيوتر بحيث يصبح لدى الكمبيوتر من المعرفة اللغوية ما يمكنه من المعالجة اللغوية أوكي ما يمكنه من المعالجة اللغوية هذا أحد الأبروتشز يعني بدك معرفة يعني والمعرفة هاي مفروض تكون مأخوذة من إكسبرتز والإكسبرتز هذول يكون عندهم القدرة على أن يحطوا المعرفة بطريقة يفهمها الكمبيوتر وكل واحدة من هذه القضايا هي قضية حقيقية يجب معالجتها هذا أحد الحلول والحل الثاني إنه ما تتبع هذه الطرق ما تعطي الكمبيوتر القدرة على فهم اللغة ما تطلب منه يفهم هذه اللغة وإنما تحكي له يعني هاي في عندك كمية هائلة من النصوص اللغوية هاي في عندك كمية هائلة من النصوص اللغوية تطلع عليها أنت وشوف شو بتقدر تستنتج وحاول تعمل زيها حاول تعمل زيها هلا أنا بدي أدعي المظبوط إنه مين أحسن ذلك لو كلا طريقين مقبولات إنه بيزبطوا معنا مين أحسن أنا بعتقد الطريقة الأولى كثير أحسن نقدر نعمل موديل للغة ونعطيه للكمبيوتر ويصير يفهم كل شيء طبعا بس مين حدا فينا بالكم بيعرف كل المعلومات اللي لازم تنعرف عن اللغة وهل حجم المعلومات اللي لازم تنعرف عن اللغة هو يعني لهالدرجة محدود أو شيء زي هيك علشان هيك بجوز يكون في مشكلة تخيل سأل السؤال التالي بالكم الولد الصغير لما يتعلم اللغة هل بتعلمها بأن أول شيء بتروح تحكي له إذا جاء المبتدأ قبل ولا كيف بتعلمه من بني آدمين؟ بني آدمين بتعلمه بملاحظة كيف يمكن هيك ملاحظة كيف الكبار بيعملوا بس معقول بس يعني مثلا أخوك الصغير أو شيء زي هيك معقول أنت
طول عمرك بس سمعته بكرر الشيء اللي سمعه من الآخرين؟ يعني إذا علمته مثلا النادي على أخوك على واحد منهم بيقدر شوي نادي على الثاني؟ جوز بيقدر نادي على الثاني ولا لا؟ ولو أجى عنده ضيف جديد أول مرة بيجي عندكم تعرف على اسمه بيقدر ينادي عليه كمان و و و فشكله الأمور مش 100% بأحد الاتجاه، يعني شكله من جهة الطفل الصغير، وأنا مش عمال بدعي، أنا بعرف كيف بتصير هاي الشغلة، في ناس بدرسوها سنين وسنين في موضوع اسمه السايكولينغويستكس كيف إنه، ولكن على الأقل من مراقبتي أنا بشوف الولد أو البنت أو الطفل يعني بتطلع على الأهل شو بيعملوا وبتعلم منهم، ومش بس بتعلم شكله بالحفظ ولكن بتعلم ببعض الرولز إذا بتقول سوري بس يعني خلينا نسميها ببعض الرولز، and he will be able to apply these rules in a situation ما مرت عليه ما مرت عليه. طبعا أنا نبدأ أحكي هذا هو مفهوم الليرنينج في ال عشان تعرضتوا للليرنينج already، بس هذا هو مفهوم الليرنينج في الكمبيوتر. شو بتعمل في الليرنينج أنت؟ بتجيب مجموعة كمية من الداتا لا بأس بها، تخلي الكمبيوتر يطلع عليها أوكي ويتعلم منها الشيء، وبعدين تعطيه تيست كيسز بتشوف هل تعلم مضبوط ولا لا. إذا حل لك المشاكل اللي أعطيته إياها بطريقة مقبولة بين قوسين فهو تعلم منيح، وإذا ما حلهمش شو نعمل؟ روح نعلمه أكثر زي الولد الصغير اللي إذا ما تعلم مضبوط شو تودي ترسبه في الصف عشان يعيد اللي ما تعلمش أو تركن على إنه so on and so forth. أوكي هلا المشكلة إحنا ما حلناش الأمور كلها بالمرة، إحنا حكينا إنه الكمبيوتر لازم يتعلم أو الولد لازم يتعلم، بس إحنا بنعرف إنه عشان هيك في الدنيا ليش في كليات التربية وعشان يحاول يشوفوا كيف الناس يستطيعوا يتعلموا بطريقة أفضل. وفي الارتفيشال انتليجنس كمان في عنا مشكلة الليرنينج is one of the hot topics في أماكن مختلفة، ناس بفكروا يتعلموا برولز، ناس بفكروا يتعلموا بارتفيشال نورال نتوركس، ناس بفكروا يتعلموا but يعني what I'm trying to say إنه الابروتش اللي بتطلع على اللانجوج از فورمال سيستم بيحاول يعملها موديوليشن، بيحاول يعملها توصيف وخلي الكمبيوتر. طبعا اللانجوج لها اسبيكتس مختلفه، الاسبيكتس تبعت اللانجوج كثير مختلفه. طلع على اللغه العربيه اذا بتحب انت، الناس عن ايش بيحكوا في اللغه العربيه؟ الناس بيحكوا عن موسيقى اللغه العربيه، عن العروض وما اليها، وناس بيحكوا عن قواعد اللغه العربيه، والناس بيحكوا عن سيمانتكس معاني الكلمات، وكل واحد من هذه المواضيع هو موضوع اوكي يعني كبير بحد ذاته. So if you want to modulate the language as a formal system you have to do the modulation for each and every one of them. هلا طبعا في هذا السياق تيجي الاشياء اللي انا بعتقد انكم درستوها finite state automata languages context free context sensitive languages and so on and so forth. لا في عنا rule based and statistical methods. إذن rule based هي abstract properties of the language can be more or less follow theoretical insights. Rule based model the system with the linguistic rules. Linguistic rules بتحكي إن الجملة تتكون من اوكي عشان الجمله تكون صحيحه يجب ان تتكون من هذه العناصر. بس فين احنا بنعرف انه بنحكي اول شيء الجمله تتكون من، بعدين بنبدا شغلتين، بدنا نحكي عن الاستثناءات في اللغه الطبيعيه، وبنبدا نحكي عن انه العناصر اللي جايه على اليمين باتجاه السهم كمان معقده. اوكي ليش؟ لانه في الـ في الـ في الفورمال لانجويجز الحكي هذا ليس بالضروره. في الفورمال لانجويجز احنا عارفين انه بعد كم من ليفل راح نوصل للمحل اللي احنا حابين نوصله. statistical methods هاي اللي حكيت لكم عنه على قصه الليرنينج، model system with the probabilities of what normally happens. ويمكن شباب احنا لازم ناكد على الاتي انه في statistical methods او اذا بدك كمان الليرنينج methods معها
هنالك assumption أنه بالمجمل الأشياء اللي بتشوفها أنت في الحياة العملية هي تمثل اللغة كما يجب أن تكون تقريباً. أوكي؟ يعني الولد الصغير اللي بتعلم من أهله كل فكره إنه أهله بيحكوا صحيح لبين ما يكبر وإشي زي هيك، بعدين بيكتشف إنه أوكي هاي الكلمات اللي أنا بشوف لكم الناس مثلاً اللي طلعت العيلة. احنا طبعا في البلاد بتعرف الناس بتتأقلموا مع بعض وبتتعرفوا على بعض، ولما تيجي هلا لو اسالكم ان كلكم تحكوا بتلاقي كثير في تقارب في اذا بدكم في اللهجه وفي الكلمات المستخدمه وشيء زي هيك. بتروح بتلاقي عيله فلسطينيه موجوده في قريه ولا في مدينه ابصر ايش في المانيا وفي الشغيرها، تحكي لما تحكي مع الاولاد العربي بتلاقيهم بيحكوا بالطريقه اللي كانوا يحكوهم الناس فيها قبل مثلا كم سنة. ليش؟ لأنه قناعتهم العربي هاي هي بالضبط زي ما بحكيها مين؟ بالضبط زي ما بحكيها مثلاً أبوي أو أمي أو سيدي أو أوكي. إحنا هون لسه الواحد بتعلم من أهله، بس لما بيطلع على الشارع بتعلم من آخرين. هايبريد مودلز مي كومباين ذا تو. وإحنا شكله بعرفش شفتوا أنا اللي حكيته، أنا قلت إنه الإنسان احتمال كبير لما يتعلم بيتعلم بطريقتين. أنا مش عارف كيف الكومبينيشن بتصير، يعني فيش موديل واحدة بتصير فيها الكومبينيشن، بس يعني ممكن الواحد يطلع على موديل زوم. بشوف أنا إذا زبطت معي بحاول أعطيكم أمثلة كثيرة على كيف إنه بنحاول نعمل مثلاً الأشياء using statistical methods. بس إذا لقينا بعد هذا الحكي كله إنه في مجموعة من الرولز المنيحة كثير 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 بتساعدنا أو بتساعدنا في التعامل مع القضايا اللي هي بنطبقش عليها الستاتستكس، ربما كان من الجيد إنه نستخدمها. شباب the need for efficiency is very important. طبعا أنا مع مجموعة زيكم ما فيش داعي أوقف كثير على هذه العملية. بشكل عام قضايا speech processing، قضايا language processing في أحيان كثيرة بتكون real time، بدك إياها تحصل في real time وليس فقط إنه تحصل في وقت ما. إذا أنا مطلوب مني أترجم أو مطلوب مني أعطي instructions للكمبيوتر using natural language، it doesn't help إنه الكمبيوتر يرد علي بعد 3 ثواني أو 5 ثواني أو إشي زي هيك. أكيد كلكم لما تعمل مع نتائج بتكون معصبين لأنه تعطيه الكوماند بيرجع لك بعد طبعاً تروح على مركز الكمبيوتر بيحكي لك أنت مش متذكر أيام ما كنت تصرف على مكتب التسجيل عشان تعمل نفس العملية، على طبعاً بتستنى 7 ثواني وأنا كنت استنى 7 ساعات أو شيء. أنت مش مبسوط على هذا الجواب مش معجبك. أنت بتتوقع إنه الكمبيوتر قادر يتصرف أكثر. ونفس الشيء هون we are talking about efficiency and sometimes response time يعني بمعنى آخر لازم يكون very reasonable. والسبب طبعاً obvious you have so many. وشباب كمان مشكلتنا هون عوص لأن إحنا متعودين نتعامل مع البني آدمين، البني آدمين عادةً بيجاوبوه بسرعة. الكمبيوتر بوقت أكثر كثير من البني آدمين معناتها إحنا already في عندنا مشكلة. طبعاً أنا حابب إنه يعني أنا عند الناس اللي بيحكوا الكمبيوتر ضم وبتعرفش تعمل إشي كثير مش هيك بزعل، بس مع الناس اللي بتتعامل مع الكمبيوتر باستمرار بحب أحكي دائماً إنه ولا عمره الكمبيوتر بيكون powerful enough بحيث إنه يعني يقوم بالمهام اللي بدك إياه يقوم فيها. وأنا بعتقد الدليل البسيط على ذلك إنه الكمبيوترات بتضل تتطور، ولو حدا عرض عليه كمبيوتر في 1 جيج أوف ميموري بتقول له يعني طار يتوكينج أباوت يعني إيش زي هيك. الله رح أحكي للناس أنا اشتغلت في جامعة بيرزيت لما كان الكمبيوتر في 640 كي، كمبيوتر تبع الجامعة ليس الكمبيوتر تبع الأشخاص، وكان الديسك سبيس موجود 5 ميجا. 5 ميجا مش 5 جيجا ولا 5 جيجا، وكان عليها كل معلومات الطلاب وإذا كان ريتاج وإيش زي هيك. تحسنت الحياة من الميتة لليوم؟ I have no idea تحسنت ولا لا، بس على الأقل our expectations من الكمبيوتر كثير صارت متغيرة. So it's never efficient. So I'm sorry. It's never sufficient. So if you want efficiency, you have always to keep trying.
اوكي سينتاكتيك اناليسيس اوف ذا لانجويج. ايش يعني سينتاكتيك اناليسيس؟ يعني تحاول انا اعرف وين نعمل سينتاكتيك اناليسيس في لغات البرمجه. شيء شو معنى سينتاكتيك اناليسيس؟ نشوف الجمله هاي اللي عندك هي جمله مضبوطه حسب قواعد اللغه الجرامر. اللغه فيها جرامر شو رايكم؟ طبعا اللغه فيها جرامر. قديش حجم الكتاب الجرامر تبع اللغه؟ هيوج مش هيك؟ وبتكتشف كل ما تخلص الكتاب الاول بعدين تروح تحكي مع الشخص فهمان كثير في اللغه بحكي لك يعني لسه انت اللي درسته يعني مش كل الجرامر اللي في اللغه. وانا بضل احكي مع الشخص كل ما تحكي له شيء بحكي لك هي يجوز بهذه الطريقه ويجوز بهذه الطريقه. وصعب احنا نعلم الناس انه يعني بتعلمهم شيء اللي ف يعني انا هاي المواضيع طبعا انا مش درست فيها بس انا بعتقد انكم كلكم انتم ماخذين كورس في هذه المواضيع. سو يو ار ذا بيبل. انا عارف انا حاولت احط هون العربي والانجليزي يعني السنتنس بالعربي هي ماناون سنتنس او فيربال سنتنس بس اوكي اخف السنتنس هي ناون فريز بعدين مظبوط يعني بيسكلي يو ار تراينج انه هل هاي الرول تعطي ديريفيشن لهاي ذيس از ذا تري اند بيسكلي ذيس از ذا بارس تري. Can things get more complex? Of course they can get more complex. Can they get recursive? Yeah. أمور بصير فيها إشكاليات. بدأت تخرب هي هون ها. كثير اكثر معلومات بدك من السينتاكتيك اناليسيس كثير اكثر من السينتاكتيك اناليسيس. اي كان فيش ايش معناها اي كان فيش؟ او وصلت سبعه اي كان فيش معناها بقدر اصيد سمك او ايش؟ بالضبط بقدر بعلم سمك. والفرق بينهما هو يعني ليس هاو كود يو تيل. الجملة اللي بعدها فاني اوكي بس كمان للاسف الانسان ممكن يكون فاني كمان بس بروبلي هو قصده انه شاف الفيل هو لابس هو الشخص لابس بجابته سو ما اظنش الفيل كان لابس بجابته الشخص بس يعني اتذكر انه احنا بنحكي اللي بيحكي معنا او بيتعامل معه هو الكمبيوتر. It's one the point probably is it's one thing. How can you tell? في عندك طريقة سهلة تعرف I can fish مقصود فيها أنا بعلم السمك ولا في طريقة سهلة كيف تعرف؟ أنا رأيي ولا يمكن يكون في طريقة سهلة هيك تطلع على الجملة لحالها وتقول إنه هذا هو اللي مقصود هذا هو اللي قصد المؤلف. لو شفت أن هاي جواب على سؤال إنه what do you do for a living؟ أو بينما كان واحد يسأل عن الهوبيز تبعته. No, I can't play basketball. Oh, I can't fish. I can do so many things. Okay, then probably this is يعني بالنسبة للكمبيوتر. ها شغل بدي يحكي لنا شيء انترستنج انه اذا كان هذا سوري كان الاولى هاي اللي هي كان اي كان
I have auxiliary verb إشي وكان والأبصر بجوز الكمبيوتر ما يعرفش بالضبط شو إحنا بنقصد بس بجوز يروح يحكي لنا أنت بجوز هاي المظاهر الانتليجنس لو حكيت له أنا I can't fish ترجم لي إياها للغة أجنبية بجوز يرجع لك المسج إذا عمل بارسنج منيح بهاي الطريقة بجوز يرجع لك الرسالة إنه شو قصدك أنت بالضبط أنا بقول شيء منيح رجع لك رسالة زي هيك ولا لا؟ لو الكمبيوتر صار يحكي لك زي هيك شو قصدك؟ على الأقل أنت بتعرف إنه هو more intelligent than you think لأنه السؤال اللي بيحتمل جوابين حكى لك يعني دقق لي أكثر و أوكي طبعا أنا I can go on and on أوكي so we can do this by associating meaning with lexical items in the tree then using rules to figure out what the S as a whole means okay this is what we can do إذا كانت هاي تعامل كverb إذا عملت كverb فمعنى الجملة S وإذا عملت كauxiliary verb فمعنى الجملة هاي Y اوكي طبعا احنا بنتمنى اكثر احنا بنتمنى اكثر يصير في عنا بنتمنى اكثر يكون عنا فهم للسياق بحيث من السياق نعرف شو اللي صاير ولكن at least this much can help اوكي basically اللي بنحكى هون شباب انه you could annotate للتري هاي you could add data للتري هاي بحيث تشوف إنه شو معناها من الكانينج إذا حكيت هون من الكانينج في فعل الكانينج هاي معناها إنه الكانينج is an industry الكانينج is you associated الكان هاي مع الكانينج الكان الثانية اللي إحنا مش شايفينها هون cannot be associated مع هذا الموضوع طبعاً أنا بجوز بدي أحكي هون بعرفش بجوز ما يكونش علاقة كثيرة هذا النوع من المعلومات كون الكلمات لها معاني مختلفة ليست بالضرورة شيء أنت بحاجة تعمله بنفسك إذا بدك تعمل development لـ natural language processing tools يعني لكثير من اللغات بجوز بما فيها اللغة العربية هذا النوع من المعلومات موجود بشكل أو بآخر موجود الكلمات شو معانيها موجود الكلمات ما هي مرادفاتها وموجود الكلمات ما هي مضاداتها وهلهم أجرى ولكن الفكرة هون إنه if you associated مع البارسينج تري you may be able to help yourself في هذه العملية and you could even create a tree bank with associated meanings with associated meanings هلا اذا بدك تطلع على السياق وانا حابب تطلع على هذا الموضوع شباب as combined as hybrid approach لاحظوا شو بدا يحكينا عن probabilistic approach to things بعرفش اذا انتم طلعتوا على probabilistic approaches لل probabilistic inference في ال artificial intelligence the probabilistic inference يعتبر valid inference يعني inference جيد يعني إذا الناس كلهم بيعملوا إذا 99% من الناس بيعملوا شيء معين باستمرار بإمكانك تتوقع إنه بكرة كمان رح الناس يعملوا نفس هذا الشيء ليش أن الإنسان يعني حب تفكر فيها as rational thing أنا بضل أحكي لطلاب طلعت العلاقة التالية أنت كل ما تقطع الشارع تطلع شمال ويمين عشان تشوف إنه في سيارة ولا لا بس مش كل ما تعدي بخارج الدار تطلع لفوق إذا في طيارة ماشية من فوق في احتمال تسقط عليك ولا لا ولا بتعمل إيه تزبطش لأنه إذا صرت تعمل هيك تزبطش لأنه آخر مرة سقطت فيها طيارة على واحد ما سمعت عنها أنت سقطت الطيارة على واحد بس آخر مرة سمعت فيها عن واحد ضربت السيارة كل يوم نسمع عن عدد كبير من الناس اللي صار معهم شيء
سو المتوقع انه انا خلينا نطلع على الكلمات هاي لانه الكلمات هاي بالنسبه لنا لها كثير معاني مهمه. الكوربس بيسكلي شغله الكوربس هو مجموع المعرفه الموجوده مثلا على الانترنت، مجموع الكلمات او الجمل الموجوده على الانترنت. والفكره هون هي كالتالي، اذا اجينا طلعنا على البارس تريز، اذا جينا طلعنا على البارس سنتنسز واكتشفنا انه I can fish في 90% من الاحوال معناها انه انا بقدر اصيد، وفي 10% من الاحوال معناها انا بقدر انا بعلم سمك، وطلب منك ترجمه جمله I can fish، شو تختار؟ ولديك خيار واحد، اوبفيسلي بتروح على 90%. اوف كورس ممكن حدا يحط كمان في البروبابيلتيز تحكي given something شو البروبابيلتي بتصير، يعني تربط هذا الامر بالسياق، ولكن يعني هذا شيء ممكن، هذا شيء عادي. انا بجوز بدي استبق الاحداث احكي لكم، احنا غالبيه الشغل اللي بنشتغله مثلا انا في المجموعه اللي بشتغل معها هو له علاقه بهذا الامر. يمكن انت تلاحظوا تروح تفتش على جوجل تبدا تدخل الكويري تبعك وراسا بصير يطلع عليك شو كيف تكمل. طب انتم بناء عليه شو بيطلع عليه هو؟ وليش تحكي له انت جامعه الدول او جامعه كذا وراسا بعطيك جامعه الدول العربيه؟ ليش اخذت جامعه الدول العربيه؟ نعم، اما لانه غير الناس كاتبين الكويري هذا هو فيري فريكوينت. طب هو اللي بيحكي جامعة الدول لازم يحكي جامعة الدول العربية، ما بيعمل ريسيرش، لازم هو بفكر في جامعة الدول الغربية، ليكون في جامعة الدول الغربية هو بعطيك أكثر من خيار. هو بعطيك أكثر من خيار، بس يمكن الخيار اللي بدك إياه أنت مش موجود، ولكن الأسامبشن عنده هو إيش؟ الأسامبشن عنده إنك أنت كشخص بتفتش تقريبا زي ما فتشوا كل الناس اللي قبلك، مش هيك؟ وبتحكي زي ما حكوا كل الناس اللي قبلك و و و و، عشان هيك من المنطق إنك تعطي بريفرنس للأشياء اللي تكرارها في شو بدنا نحكي لك في الكوربس أكثر، تكرارها في الكوربس أكثر. طبعاً إذا حدا حاول to defeat this argument سهل to defeat this argument، تقدر تعطيني عدد هائل من الأمثلة إني أنت تبدأ تطبع وجوجل يقترحش عليك ولا واحدة من الأشياء اللي أنت في 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 ذهنك. معقول تقدر تعمل هيك ولا لا؟ تقدر، فيش عندنا مشكلة. ولكن في هذه الحالة لازم نعترف إنه جوجل مش مخصص إلك. خلينا نقول بلاش جوجل، السجستشن سيستم في جوجل مش مخصص إلك، والسجستشن سيستم في جوجل بدوا يفكروا فيه لأنه حكوا بدل ما الشخص يروح خلينا نتفهم شو بده يعمله ونحاول نساعده. هل أنت طلعت من الأشخاص اللي مساعدتك لا تفيد؟ خلص معناتها هاي المساعدة لازم يكون في عندهم سويتش ستوب الاوتو سجستشن، لانه انا دائما بفتش على اشياء لم بفتش عليها حتى قضية. ولكن this is not natural، this is not the natural phenomenon. natural phenomenon هي انه بني ادمين بفكروا وبيشتغلوا وبتصرفوا زي بعض. مور سو في اللغة شباب، مور سو في اللغة، لأن اللغة هي وسيلة تخاطب. مور سو في السيرش، لأنه بروبلي في السيرش أنت بفتش عن أشياء سبق وكتب عنها and so on and so forth. بس بتهيألي مساعدين جوجل كثار، مستخدمين جوجل معظم سكان العالم تقريبا بيستعملوا جوجل، فالهلب يعني بصير على جوجل في السجستشنز كبيرة كبيرة. بس قصدي انا بس احكي انه اذا في واحد او اثنين يعني هذا الهلب بيساعدهم فليست يعني اشكاليه كبيره، لانه ما دام بيساعد 90% من الناس. طبعا في عندنا ناس البرفكشنست بكل اهدافه لازم يساعد 100% maybe، ولكن ليس هذا هو الشيء ال هلا. طبعا بعرفش انا بديش احكي عن الاندكشن، فكره الاندكشن هي انك تحاول تتعلم من التجربه اللي عندك. اي ثينك our linguistic analysis, finite state machine for recognizing name phrases. I don't know. I wouldn't go through that. It's not of interest for me. You know it.
much better what's the finite state machine and how it works. Empirical approaches to natural language processing. يعني empirical as opposed to ايش؟ لا empirical تعرف اوكي؟ empirical knowledge derived from the experience من الخبرة. empirical يعني شيء عملي. Naturally occurring linguistic data has to be processed. And it's corpus based. يعني لما نحكي corpus based طبعا انا بجوز نسيت احكي شيء. يعني الكوربس ليس بالضروره حتى يكون النص المكتوب كمان. الكوربس كمان ممكن يكون ايش النص ال نعم النص المحكي وما بعرفش حتى انا شفت ناس بيعملوا كوربس من الصور من سكاند تكست مع ال مع الـ OCR تبعها. فيعني الكوربس بيسكلي هو عبارة عن انك تجمع اشياء التي استخدمت عمليا. اوكي تركيزنا الهائل راح يكون لما نحكي كوربس بيس تركيزنا الهائل على المعلومات الموجودة على الانترنت كتكستوال ديتا. نحكي عن ناشونال لانجوج بروسيسنج اكثر ولكن فبيسكلي الامبيريكال ابروتش بيعتمد فقط على المعلومة الموجودة على هذا احنا ايش بنعمله اذا بدكم باستمرار تيجي بتطلع على النصوص الموجودة عندك وهي كلمات مش غريبة يمكن عليكم ولا هاي المعلومات انه غريبة. شو بتتوقع اكثر كلمات تكرارا في اللغة؟ اوف كورس يعني مثلا في الانجليزي بدك تتوقع المايهم ذا ومش عارف ايش هدول كومن ووردز هدول. طب اسالكم سؤال شباب يعني هدول الكومن ووردز خاصات مثلا هون بحكي عن توم سوير على شيء معين على كتاب معين بالكم هذا الترتيب يمكن بدك تقيم توم مش هيك؟ لازم تقيمه هذا لانه هذا له علاقه بايش؟ بس يمكن ذا واند وايه وهدول كلهم مش كثير بفرقوا من كتاب لكتاب من نص لنص وشيء زي هيك. طلعنا بين قوسين بس للمستقبل بنسميهم ستوب ووردز يعني الكلمات اللي ما بتفرق بين نص ونص. لو اشتغلت نص علمي بالكم تكرار الذا بده يكون فيه قليل ولا كثير تكرار الذا فيه؟ بس ات ان مش زي هيك. فهي يعني هاي الشغلات استبق الاحداث بس استبق الاحداث خليني احكي لكم الاتي. هل هذا الحكي السؤال طبعا هل هذا النوع من الاناليسيز بيفيد؟ هل هذا النوع من الاناليسيز بيفيد ولا لا؟ بجوز بيفيد هذا النوع من الاناليسيز. خليني اعطيكم مثال احنا بنعمله مثلا باستمرار انه بتحكي انا اليوم جاي على بالي اقرا نصوص علميه نصوص الفيزياء كيف بدك توصل لنصوص الفيزياء على الانترنت؟ كيف؟ تكتب فيزيكس مزبوط بس عن جد مقتنعين انه بعطيك نصوص ريدي بالفيزياء تعرف انت اوكي يعني يمكن بدك تاخذ مجموعه عناصر تاخذ الرانكينج مع بجوز تزبط معها بس بالمجمل كثير كان بيساعدنا لو انه في طريقه نحكي نصوص الفيزياء ما هي مميزاتها. شو رايكم؟ هل لها مميزات نصوص الفيزياء؟ هل اذا جيت عملت اناليسز لنص معين فينا نعرف انه هذا النص فيزيائي ولا رياضي ولا 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 شو رايكم؟ ليش؟ خلينا نحكي لو اعطيتك نص انت او حكيت لك النص عن ايش بحكي؟ صنف لي رياضي انجينيرنج كذا 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 تقدر تعمل شيء من هذا النوع؟ تقدر تعمل شيء من هذا النوع ابسلوت تقدر تعمل شيء بناء على ايش تقدر تعمل شيء؟ اوف كورس انت بتعمل بناء على فهمك لما هو داخل النص. هل نقدر نعمل بالكم هذا الشيء بنظر للكلمات الموجوده فيه؟ انا بقول مش نقدر لان النص الرياضي لابد ايش تتكرر كلمات تتكرر فيه؟ كره وقدم وحكم
شاتا وجول يعني طبعا بالمعاني المناسبه. والفيزياء بتحكي لك عن نيوتن والحركه والاوزان والسرعه والتسارع والى اخره. كاني انا بحاول اخذكم باتجاه شوي سيء، كان بحكي لكم ان النصوص بين قوسين تكرار الكلمات المختلفه فيها يحدد طبيعتها. ولو كان في عندي نص مجهول وحاولت احطه في واحده من هذول انواع النصوص بجوز بقدر اعمل هاي العمليه بمقارنه الكلمات الموجوده في النص اللي بدي افحصه مع الكلمات الموجوده في النصوص الاخرى، وبجوز ازيد شيء واحد. تهتمش في الكلمات هاي او ذا ومش عارف ايش، هذول كلهم ما بفيدوش، هذول موجودات في كل النصوص. وهي العمليه نستطيع نعملها سواء باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه بنجاح جيد، بنجاح كثير كبير. هي بنسميها احنا تكست كاتيجرايزيشن، تحديد ما هي طبيعه هذا النص. بقول لكم نقدر نعمل شيء اسوء من هيك، نقدر نيجي نعطيك نص رياضي واسالك انه هذا النص الرياضي هل هو في اي مجالات الرياضه موجود؟ وفي وبتقدر تعمل الكمبيوتر بيقدر يطلع ويحكي لك انه هذا نص شكل كره قدم. اوكي؟ اند سو اون اند سو فورث. سو Is this a useless exercise? I don't know if it's a useless exercise. بس الناس بيعتقدوا انه لا، it could be extremely helpful. It could be extremely helpful. احنا بنعتقد انه احتمال كبير، احتمال كبير انه كثير من القضايا اللي بتشوفوها انتم لها علاقه باشياء من هذا النوع. يعني كيف جوجل بيعمل suggestions احتمال انه له علاقه بهذا النوع. اذا بدكم كيف جوجل بيعمل تشكيل، ما راح اعطيكم كيف جوجل بيعمل تشكيل. ما راح اعطيكم جوجل تشكيل. كيف؟ أعطيك تشكيلة، بس كيف لا كيف النتيجة سؤال مش كيف بتعمل؟ مش كثير بجوز النتيجة، مش نتيجة مش ممتازة ولا في الترانسليشن، بس أحد أسباب إنه مش كثير بجوز هو بروح على الكلمة وبشكل لك إياها زي ما شكلوها أكثر الناس سابقا دون ما يطلع على الـ على الجرامر، دون ما يطلع على بس جوجل بيفتخروا بإنه عندهم إيش؟ عندهم شيء للتشكيل. يمكن ترانسليشن بعضها فيها عناصر statistical based. I will not elaborate، بجوز برجع احكي عن هذا الموضوع بطريقه اكثر، ولكن the point here is انه we could use this. هلا طبعا يعني لهذا الامر تفصيلات كثيره، هي مثلا امثله على شو اللي بصير معنا، word frequencies، اوكي؟ كم عدد الوردز اللي فريكونسي تبعتها واحد هائل، بينما عدد الوردز اللي الفريكونسي تبعتها اكثر من 100. بس اذا بدكم يعني انا مش معجبني الوضع هذا لانه فيش ريفرنس لشيء معين، بس هي اذا بتطلعوا هون بتشوفوا انه هذا ريفرنس لنص حجمه معروف، عدد الكلمات اللي فيه معروفه. كلمات هاي هي عباره عن كلمات اللي حسبناها احنا قبل شوي الستوب ووردز. هلا الانجليز لما يقولوا كم ستوب وورد، كم ستوب وورد في لغتهم بيعتقدوا انه حوالي 300 عدد الستوب ووردز في اللغه الانجليزيه، عدد الكلمات اللي بتتكرر في كل النصوص بفريكونسي عاليه هو حوالي 300. في اللغه العربيه شو رايكم؟ بالالاف. لا في الالاف، بين 300 والالاف في فرق في اللغة العربية. طبعا أحد مشاكلها إنه تعريف الكلمة، طبعا بنشوف كمان شوي الكلمة في اللغة العربية شوي مختلفة. هلا إذا عملوا في جوجل تشكيل صار بتوقع بصير الترجمة 100%، يعني إذا شكل الكلمة صار يعني 100% عبارة شوي قاسية، بس يعني بس التشكيل يعني كأنك تقدر تحكي عشان الواحد يشكل بيلزم يعرف معنى النص، هيك تقريبا أنا بدي أفهم منك ولا لا؟ أو ما هو 100 في الأول لازم تترجم نص من عربي للانجليزي، ادخله في الاول نص وشكل لي اياه بعدين ترجمه ولا ترجمه بعدين. هلا على الجهتين بتخلق مشاكل، على الجهتين اول شيء في عندك هي نفس القضيه اللي احنا طرحناها. هلا كيف نعمل؟ هل نخلق شيء فهم لغه ومن ثم يستطيع القيام بكل المهام تبع اللغه، منها التشكيل ومنها الفهم و التشكيل بتوقع اسهل اذا عملت الدور، يعني مثلا فعل مضارع بس يمكن اذا هيك سويت يعني بحصل على احسن من الترجمه. انا مش معترض على التحكي، بس انا بعترض على انك تحكي انه التشكيل اسهل لانه كانه التشكيل هو لا يعتمد على الجرامر. بس انت
بدكم تلفوها كلكم تلفوا من التشكيله يعني على الجرامر. لا تعتمد على الجرامر، لازم تفهم الجرامر جيدا عشان تعتمد التشكيل ولا لا؟ كلمه استدعى الولد استدعى الولد استاذ او شيء زي هيك حسب الشغل الحركات مين استدعى مين بتنعكس ولا لا في اللغه العربيه. وبالتالي يعني but your point is quite right. انا تقديري على في هذه المرحله التشكيل واذا بدك ترجمه كمان بدهم فهم تام للنص. هلا الشيء اللي بده فهم تام للنص، اذا انت فهمت النص فهم تام تستطيع القيام بالمهام الاخرى. انا لو بدك تسالني انا بقول لك الفهم التام للنص هي ام المعارك، هي المعركه الكبرى، هي كيف انك تخلي حدا يفهم النص فهما تاما. بعد هيك بصفي لا في مشكله في التشكيل ولا مشكله في الترانسليشن ولا مشكله، بس طبعا انا راسا بستدرك انه فهم النص فهم كامل هو يعني مشكله كبيره، هي قضيه الانتجنس. ولكن ذا بوينت هي انه هلا بجوز بعطيكم بيسكلي يعني هذا الشيء راح تصادفوه في الحياه العامه، الحياه منكم بيشتغل في هذا الاتجاه. بيسكلي القانون هذا بيحكي لنا انه الرانك هذا عباره عن الرانك، ترتيب الجمله في النص، سوري ترتيب الكلمه في النص، وهون بفريكونسي حاصل ضرب هون تقريبا جيف اور تيك حاصل ضرب هون ثالث لازم اسهل كثير انه نحكي عن حكي من انه نقعد نطلع على ماذا في السبعات. الجمله اللي بتتكرر كثير جدا 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 الرانك تبعها شو بكون؟ في الاول ولا لا؟ اللي بتتكرر اخر انسون صفر، حاصل ضرب هذول الرقمين تقريبا ثالث. هذا احيانا بيكون لك انديكيشن انه الكواليتي للديتا الموجوده عندك هي كواليتي جيده، انك انت وصلت لمحل اللي كميه الديتا اللي عندك هي كميه جيده. المفروض ان الكلمه اللي بتتكرر كثير الانفورميشن ثيوري انها كلمه مش مهمه ابسولوتلي تمام. هذا هو عشان هيك بنسميها ستوب ويرز. انا بشوف تطلع على شو بنعمل اول شيء بنعمله في النص بنكتب كل الستوب ويرز. في احيان كثيره ما عدا انه بدك تكون حذر شوي، يعني المفهوم بصير يتدرج شوي شوي. يعني مثلا بنيجي نعمل كاتيجرايزيشن اساسي علوم دين فلسفة شيء زي هيك تكتب كل الكلمات الستوب ويرز التقليدية ذا وأنت وشيء زي هيك. بس إذا جيت أخذت الرياضة في داخل الرياضة بدك تروح كرة قدم كرة سلة كرة كذا كذا بتصير كلمة الرياضة وكلمة الحكم وكلمة شيء زي هيك هذول ما لهمش قيمة ما عندهم ولا لا بصير هناك تركيز على فبصفي هاي بتشتغل كمان ليست انفورميشن فيها. فشو الشيء اللي فيه ليست انفورميشن يعني بدهم شو بسموها الكود بصير عندك تشتغل بدل ما تشتغل على البروبابيلتيز لحالها بصير تشتغل على كونديشنال بروبابيلتيز. يعني جيفن انه هذا النص رياضي ما هي الاشياء المميزه انا بسميها ديسكريمينيتنج بس بالمجمل اللي تفضلت فيه صحيح. كل ما زاد تكرار الكلمه باي معنى من المعاني كل ما قلت قيمتها في وانا قصد الزياده العامه ديروا بالكم هلا الكلمات المشتركه في مستوى عالية فيها إشكالية، بس بعد هيك لما نحكي كرة قدم كلمة تكرار كلمة قدم في داخل النص عن كرة القدم هي عبارة عن شيء بني ديكتي. ولكن نفكر كلمة قدم ما كانتش بتطلع من السيستم تبع الرياضة كله، ليش؟ لأنها تتكرر فقط في ايش؟ في الشيء اللي عن كرة القدم، ولكنها لا تتكرر في الشيء اللي عن السلة وعن الأنسون أنسون. فحدا كان يسأل تفضل. مثلا على الشيء اللي كله ستوب ويرز برضه ما ينفعش، يعني مثلا انت تسوي سيرش على استخدامات الذا، فبتكتب على جوجل ذا يوسس اوف الورد ذا الاولى ما لهاش معنى، الذا بتاعك الاساسيه في السيرش تبعي عشان اعرف الريزلتس تبعت الجوجل. يعني حكيت صحيح بس هي طبعا بترجعنا لقصه انه لازم دائما تفكر في شو الابلكيشن اللي انت بدك اياه، عن ايش بتحكي، لانه كلام سليم. قضية كبيرة من القضايا where statistics are only so useful يعني مش انهم بيحلوا لك كل المشاكل اللي في الدنيا want to be able to deduce linguistic properties of text part of speech tagging is quite important شباب سواء في اللغة العربية أو في لغات أخرى أوكي وناس بيبذلوا جهد خاص في تمييز part of speech.
بس ما فيش معناها يعني انه كلمه كان هاي شيء بالضبط، هل هي اسم ولا فعل ولا اوكي. Words can be ambiguous واضح. What's the best way to disambiguate؟ كيف احنا بنقدر نعمل علشان نعمل؟ This is one of the main points. اوكي. إذا بدكم يعني أنا بعرف بالإنجليزي كيف، بس بالعربي مثلاً إحنا ممكن نشتغل شغل كثير على هاي التابست بالإنجليزي بدكم، بس العربي كمان بيكون إشي مشابه. العربي شو الكلمات تقسم؟ شو تقسم كلمات العربي؟ اسم نعم طبعاً يعني لا تزال لم تعد الأمور كما كانت، لم تعد الأمور هي عبارة عن كلمات و بيجوا عن التري، وإنما صفة بالإضافة للكلمات هنالك تاجين، والتاجز متذكرين إنه I can fish معناها بيختلف باختلاف التاجز. I will not stop على تشومسكي's criticism في ال يعني مش كل الناس مقتنعين طبعاً، الناس اللي بيروح على الثيوريتيكال فاونديشنز في عندهم مشكله في كل القضايا اللي الاستاتستيكا، يعني لو تجيك حكيت لهم جوجل يمكن شركه بتعمل مصاري كثير بقول لك فور نو جود ريزن، لان جوجل تعتمد اكثر على الاستاتستكس وليس على ولكن ذيس از اوكي. طبعا يعني ملاحظين انه عن ايش بيحكي، و بدك تطلع على الامور هاي تقول اين ال وير از ذا جولدن ميدل. وي هاف تو ترين اون انوتيتد داتا، يعني الداتا طبعا انوتيتد معناها شو لازم ليس لا تعد الداتا هي داتا فقط كما هي موجوده في السيستم. يعني اذا كان في عندك معرفه عن مكونات السيستم هاي ضع هذه المعرفه حيث توجد الكلمات. اوكي. هلا تعاملك مع الداتا مع الانوتيشن كثير اسهل من تعاملك مع الداتا بدون انوتيشن. طبعا انا بستدرك رمزا بحكي لكم مشكله الانوتيشن هي مشكله بحد ذاتها. It's not easy to annotate. ولكن through the annotation of corpora we encounter linguistic information in a computer usable way. يعني اذا صارت المعلومات اللي عندنا احنا بنعتمد عليها لم تعد هي فقط معلومات رو، لم تعد معلومات مجمعة فقط وغير معالجة. كثير قدرتنا على الديدكشن، قدرتنا على الاستنتاج بتزيد. اوكي. واشنطن لم تعد واشنطن واشنطن، صارت واشنطن اما اسم شخص او واشنطن هي اسم مدينة، ويجب التمييز فيما بينهم. اوكي. طبعا شباب البروسيجر اللي بتتم هيها هيك، اول شيء في عندك الرو داتا، بعدين في عندك الانوتيشن جايد لاينز، الشخص اللي بيعمل انوتيشن، اند ذن وي جو تو ذا انوتيتد كوربس، وبعد هيك بصير عمليه للبروسيسنج. هلا احنا عندنا طموح طبعا انه كمان عمليه انوتيشن نعملها ليرنينج. اوكي. طبعا خلينا نفسر شو بقصد بهذا الحكي، يعني انه بعد ما نعمل انوتيشن بكميه معينه، خلينا نجوز المثال اللي بعرف فيه كثير هو مثال الكاتيجورايزيشن. عشان نبني سيستم للكاتيجورايزيشن احنا بحاجه لحجم من المعلومات اللي احنا عارفين شو طبيعته. يعني انا بدي كميه جيده من المعلومات الرياضيه، زائد كميه جيده من المعلومات الدينية زائد اللغوية أمسون أمسوفور، بشوف صفاتها كل واحدة منهم وبناء عليها بروح بفحص وبكتشف إنه الفحص هذا أعطى نتائج إيجابية. أوكي؟ خير وبركة. اعتمدت على هاي المجموعة الأصلية. بس شباب بعد هيك أنا صرت أكتشف، صار يجيني نص أعرف إنه هذا نص فيزيائي. السؤال هل استطيع ان اضيف هذا النص الفيزيائي الى البيس تبع الانفراستراكشر الموجوده عندي؟
يجوز الجواب السريع مفروض جزء الجواب السريع مفروض بس جزء بحذر لازم يكون جزء بحذر لازم يكون ليش؟ لأنه دير بالك أنت لما يكون في عندك مجموعة كاتيجوريز مجموعة من الكاتيجوريز والنص بده يروح على واحدة منهم أحيانا السيستم بيكون متحير ولكن أنت مش معطيه خيارات كثيرة كله لازم يروح على واحد منهم ففي عندك نص هو في الحقيقة ليس فيزياء ليس بالمرة فيزياء هو بجوز يكون 51% فيزياء و 49% إلكتريكال إنجينيرينج إذا كنا نشوف شيء قريب ورحت صنفته فيزياء ضليت تعمل هاي العملية مرة تقول مرة تقول مرة ممكن اللي يصير عندك يصير عندك شيء خطير لأن البيز تبعتك يصير ترابتد أوكي ويصير في المستقبل كل نص حتى في الإلكتريكال إنجينيرينج يصير أنت تصنفه وكأنه so my point is the following يعني في مرحلة من المراحل قلنا هاي العملية اللي بدنا نتفق عليها زي تصير ولد بيتعلم مش هيك في مرحلة من المراحل هذا ولد بيتعلم من حدا بعدين بصير يبني على 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 تفكيره الخاص احنا كمان في عنا في هذا الشيء نبدأ نشتغل على شيء موجود عندنا وشيء يجب أن يكون له بروبرتيز معينة يجب أن يكون سبستانشال بعدين نقدر نبني عليه ونطوره ونكبره and so on and so forth ولكن بحذر إذا بدكم كيف تنحل ما بعرفش أنا 100% كيف تنحل بس إحنا مثلا بنحاول نحلها بإنه إذا في نص whatever that means don't worry على شو معنى اللي أحكي هذا 95% 90% فما فوق فيزياء مش بس بنعمل كاتيجورايزيشن كفيزياء بس بناخذه كمان بندخله في البيز اما اذا كان مثلا اقل من خلينا نقول 80% فيزياء فبنحكي لا وي كاتيجورايزيت اند فيها مساوئها هاي ايضا فيها مساوئها خاصه في انه في التطورات لما تيجي تحكي عن مثلا عن تكنولوجيا هاي تضرب بعض ليش؟ لانه احيانا بدي تجيب تكنولوجيات جديده لا تتفق مع ما هو موجود عندك وبالتالي هلا اذا بنحكي عن ابلكيشن الماشين لانجويج انا اوريدي حكيت لكم في زمانات الناس كثير كانوا يفكروا ان الترانسليشن ستكون عمليه في غايه السهوله بس they found انه كثير في اشياء very funny بتطلع معهم فيعني بس يمكن انا حابب نقتنع مع بعض انه عشان يكون في عندك ترانسليشن 100% بلزمك فهم جيد للغه ولكن هل هنالك ما بينهما؟ زي ما حكيت لكم انا كثير بستخدم جوجل ترانسليت هلا بعرفني شيء بالفرنسي هذا نوع اللي شو فيه هذا الحكي تطلع تلاقي في ترجمه جيده بتحكي لك عن ايش بحكي و الى اخره اذا رحت قلت بدي اخذ حدا بسب علي بدي اخذه احاكمه دير بالك دونت ريلاي على جوجل عشان تروح تحاكم واحد تحكي هذا عمل لي كذا وكذا من ترجمه جوجل بيكوز ات مي نوت بي از كوريكت از ات كود بي احنا نعتقد بعرفش كيف جوجل ترانسليشن بتتم بس احد اساليب ترانسليشن وانا اشوف ستاتستيكال ميثودز كمان ترجم مثلا جمله جمله تشوف اكثر ترجمه منها اند سو فورث يعني هاي انا حاولت اترجم شيء من العربي للانجليزي يعني اللي بيطلع بيشوف اللي بيضحك هاي بس بضحك لسبب يعني عارف هاي المظاهره بتصير عن طريق المعصره والكمبيوتر مش عارف انه المعصله هي عباره عن طبيعه والمعصله بالنسبه له هي يعني من فهو هاي ابسط هاي شوف cuts to the mill يعني جرحت المل نفسها انجرحت فمعقول هذا كل جوجل عشان يعطوني هذا الحكي بس انا بيني وبينكم لو بفهمش العربي هذا بعرف انه الحكي كله عن ايش كان في مظاهره وكان شكله في حدا مجروح اند سو فورث فعلى الاقل بقدر اعرف اوكي اوف كورس طبعا بالنسبه لل بديش اركز على هذا الجانب كثير يعني اقول ايفن سكيب ات الناس كان في عندهم طموح كثير شباب في الترجمه مثلا عندنا نترجم من لغه شو رايكم لو نقدر نترجم من لغه للغه يعني كان في ناس عندهم المقوله التاليه لو يجي نترجم مثلا كل الناس يعملوا لغه واحده حد يجي يترجم العربي للانجليزي ومن الانجليزي للعربي والروسي ترجم من الانجليزي للروسي الانجليزي للروسي والروسي للانجليزي يمكن تعطينا فرصه ان نصير نترجم بين كل اللغات بلا
بس انا بعرف ايش احسن مني، اسوء مني ولا احسن مني اللي بتقول عشان كثير سكسسفول هالشغله. اذا بدك تجرب ترجم شيء من العربي للانجليزي على جوجل ورجع لجوجل الشيء اللي ترجمته بتكتشف احيانا انه ما رجع لك الشيء اللي يعني بالضروره. يعني yesterday Holly was running a marathon when she twisted her ankle. David had pushed her. شاب لو تسأل أسرع عن هذا الموضوع بدون فهم الجملة حقيقة مش عملية سهلة. بدك تطلع على when did running occur؟ فيش فيها مشكلة. yesterday is a very when did twisting occur؟ هلا السيستم بيحكي عن running وين تصارت. هل ما بحكيش عن التويستينج صار، بس احنا بنعرف انه الرننج والتويستينج اللي صاروا في نفس اليوم. سو ذا بوينت هير انه ديد ذا بوشينج اوكير بيفور ذا تويستينج اور افتر؟ بيفور. بس كيف تعرفت انه بيفور؟ انا كده فهمت اللي صار، ولكن البوشينج في الجمله حصل ايه بعد ايه؟ بعد ال ولا لا؟ فبالتالي ذا بوينت انه تو اكسبلين. Did she keep running after twisting her ankle? شو عرفت؟ اوكي. يعني كانه بيحكي لك في بعض الاجوبه مش معروفه وفي بعض الاجوبه مش واضح انها معروفه وفي بعض الاجوبه بتتطلب منك انك تجتهد. اوكي؟ لو كان بعطينا لاحظين الجمله الاخيره نو ايديا. طبعا لو كان في شيء عقل بعرف جزء واحد عنده خبره بكل التويستنج انا ممكن يعني اللي بصير عنده مشكله في رجله بطل يقدر. اوكي هذا انا حكيت لكم عنه الموضوع. اوكي Can we do that? عندنا نص كبير، هل نستطيع انه نحصل على ابستراكت له؟ That would be great، مش هيك؟ كل يوم الصبح تحكي اعطيني بدل ما تحكي اعطيني الجريدة اقراها تحكي اعطيني طبعا اذا انت شخص مهم بتوظف ناس يقراوا الجريدة ويعطوك ال اوكي احنا خلصت الحصة يمكن سو Can carry out a number of very interesting tasks. These programs have impact on the way we communicate. These capabilities also have important implications for the cognitive sciences. شكراً لكم على الاستماع. مرة جاية نحكي عن اللغة العربية لحالها بس.